الزعيم المنصوري وسلطان النيادي وجهان لحلم الإمارات بمعانقة الفضاء. هما حالياً في مركز رواد الفضاء في روسيا، يستعدان ليكونا أول إماراتيين ينطلقان خارج الغلاف الجوي. دولة الإمارات التي تأسست عام 1971 تريد أن تحتفل بنصف قرن على تأسيسها، أي عام 2021 على المريخ. مسبار الأمل الذي تطوره الإمارات ويفترض أن يغادر الأرض في 2020 ليصل إلى المريخ عام 2021 أصبح رمزاً للبلد الخليجي الذي تبدو طموحاته دون حدود. البرنامج الوطني الإماراتي للفضاء أطلق رسمياً في أبريل 2017. ركيزته الأساسيتان مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يعمل على تحويل صناعة الفضاء إلى حقيقة، ووكالة الإمارات للفضاء. بالنسبة للشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي، هدف مشروع الفضاء واضح. ومع استثمارات بستة مليارات دولار باتت الإمارات في قائمة الدول الفضائية العشر الأولى.